المطلوب فزعتك. عندي عمال وعندي شركات واقفة وعندي مشاريع واقفة، أبي لي شوية سيولة. تبيك سيولة؟ السيولة والله مخك الفاضي، ولا أنا قايل لك مالكم ولا أسهم؟ أنت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان، إلا تصير مع المساهمين إيش ربح حالك الحين؟ الوقت هذا مو وقت منن، أنا الآن مشاريعي واقفة والدنيا كلها عندي واطلة، ما حد يعرف إنه أصلاً النت هيتعطل في العالم كله. هذه 500 ريال من عندي، ومن يسرك العشرك، تفضل. من يسرك العشرك 500 ريال يا أبو عامر؟ جزاك الله خير، في أمان الله. قال مشاريع قال، ويبي يتشر ويصير مع التجار. هذا نرجع للاستراحة، شو تفكي يعني؟ حبيبتي مو أنتي قلتي تبين حلا؟ كلي وروقينا. والله اللي اختار على درايف ثرو خطير. طيب الفكرة باختصار يا بنات، بنوزع البضائع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشرة، يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه، وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين، يعني ما يبغى لها شيء، شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون. يعني بياعة؟ بالضبط. ويوم إنها بياعة طال عمرها وشولة بوكسات وخرابيط، بقشة وقضينا. السؤال الأهم، من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة، حنا خمسة في وجه العدو، واحدة فينا تتبرع وتبيع. نعم نعم حبيبتي، تبيني أنا أطق باب الناس وأقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، أجل تبينا نجيب بياعة؟ كذا زيادة مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان، في حل ثاني؟ بصراحة فيه، بس أبي ثنتين يتطوعون للمهمة. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروبه وحق على خرياس الزحمات. هذا اول زبون. والله بنت بسهلين ذيبه. الله يعطيكم. أقول وجع بعد وجع، أنت الثاني ترى جايين نبيع، إحنا من جايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا ولادي، أمك فيه؟ أي أمي فيه، من أقول لها؟ قل لها سيدات أعمالي بونس. قايلتلك من أول، وشو هذا التهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ التسويق بعد. قصري صوتك. يلا تخلي امشي. تجي؟ هو حلو، كم سعره هذا؟ هذا يا بنيتي ب25، بس عشانس حبتين ب40. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبين هلس ولا البنت الله يخليها هلس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا أبدا، تامرون أنت وهي، بس شوفوا شو يناسبكم. أوه ما شاء الله، وش الأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. لا يا وخيتي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي اشوه. هذه بس بخمسة ريال. ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، اكبر من الباب. وانا ناصير احلمه ما عندي ابو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وانا تحاشاو وابعد عنه وناظر ولا ابوه هاك العيالين يلعبون بالبراحه، ولا تيجي تاكل هاك الكسنت. قلت يا صديق نصيته ما عندي ابوه انا. قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخش موترك، هم اهل التفته وانا هج. خلصت القصه؟ اي هجيت والله قهر. لا لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شويه ملح.
شويه بهارات عشان تمشي علينا. ايه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال انت، السالفه ذي جديده ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب، اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرت معنا هالكثر. يا جماعه انا عندي لكم سالفه. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي واضح انها خايسه قبل ما تقولها. من قال عشاء يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون لازم منه واحد يروح يجيبهن؟ ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه فيه ثابت.